التشكيك بقدرات قواتنا المسلحة أصبح ومع الأسف الشديد نهجًا مألوفًا لدى بعض الجهات، على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها وحققتها على مدى السنوات الماضية، فقد واجهت عملية الانسحاب من المدن والقرى والقصبات في عام 2009 حملات التشكيك والاتهام ومحاولة التقليل من أهميتها، حين تحدث البعض عن أن القوات الأجنبية باقية لمئات السنين. وبهذه المناسبة أدعو جميع القوى السياسية وعلماء الدين وشيوخ العشائر والمثقفين والفنانين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لأن يقفوا إلى جانب قواتنا الأمنية وعملياتنا السياسية في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها، ويقدموا لها جميع أنواع الدعم والمساندة، وأن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف المؤسسة العسكرية التي أثبتت ولاءها للوطن ولم تعد أداة بيد حزب أو طائفة أو شخص. وفي هذه المناسبة أيضاً نمد أيدينا إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة، وبالأخص إلى دول الجوار، وندعوها لإقامة أفضل العلاقات على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل المشاكل العالقة بالحوار والطرق السلمية، وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات التي تخدم المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا.